بسم الله، هلو، يعطيكم العافية شباب. بدي احكي لكم شغلة سريعة. الله الجيم هذا من اصعب الجيمات اللي لعبتها في باتل فيلد في، والسبب راح تشوفوه كثرة الكلانات في الجيم. على العموم ما بدي اطول عليكم، استمتعوا بالمشاهدة ويعطيكم الف عافية. طعني. حلو، بداية موفقة الصراحة. طب ما انا تخبيت ورا، هاي كيف قتلني؟ لعبة مخيسة يا زميتة. اوه بشهو من اليمين. ما وين حطني؟ لا اله الا الله. خليك جاي ها؟ فوق. لا كيف يعني، كيف سلاح اسرع من سلاحي؟ وين هو؟ لا عندي. لا ساعد زين، ساعد، ممكن تساعد ما دام التيم ما يساعد. سلم لي والله. والله ما حد يساعد لي، طقعوا لي، قتلوا وأمن المنطقة ولا ساعدني. يا أخي أنت الفايكنج أرجى شخصية واجهتها في الفيل غير أبو العز. طبعا هذا إنس ما يموت، إنس ما يموت، هذا ورب الكعبة ما يموت. أنت هناك عندهم. ولا واحد يجي يعيشني يا رجال، والله لا اعلمكم اللعب والله. يا حبيبي انا ايش مدري انت قاعد هنا بشتكن. حد يساعدني يا اخي، عندي سموكات والله تقدر تساعدني. يا اخي طلقة من بين الجدران. احا عندي رصاص. الله يخزيه، الله يخزيه. من جهة اليسار صار. اوه نزل علي هسه وبسموك، كيف حيقتلوني اذا نزلت وياه؟ وين الان والله وحش.
الله هذا وين قاعد يا اخي؟ كيف بدي اشوفه؟ سويت سكيور المكان بعدين ما مات فجأة، ما فجأة اقتلني. رجال يا الفايكنج. اها مين يطلعون له هذول؟ مين يطلعون له؟ بدي اشبرون مكان معين والله ترى. يعني مسكين شو شدر امنا في واحد هناك. لا لا ايش حنخسر؟ انسى. لا يا وقف، لانه وقف لا تذبح اخوك. وهذا ايش زين؟ رجال هنذلهم بايه؟ لا ياخذوها ذل ذل خنذلهم. ما سيطر على البرج، هاي مصيبة. الله قناص بغداد عاود الكرة، عاود الكرة قناص بغداد. صدق زهق يا عمي، هذا اللي يجيك طلقة ما تدري من وين جابها. يا شباب اكو اختراع اسمه سموك، يلا العب. وحش مرجلة مرجلة مرجلة. لا الجيم هذا شو الاول على الجيم؟ اح يعالج بس ترى، بس ريفايف شغال علاج هذا والله حلو. طيب او ريكون ما ادري والله شلون ياخذون ايه لو يموتون. يلا بدل سلاحي. من وين من وين من وين من وين من وين؟ نفس اللي فوق. سيء سيء الاداء الجيمين هذا. شباب ساعدوني ابوس ايدكم. كم مدك انتوا هنا؟ ايوه ما انت ترجعون يا زلمه. واو قاعدين داخل غرفة هذول كلهم. نا 500 واحد في الغرفة. هاي 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 اللي عندي اللي عندي اللي انا ميت بيها. والله طعنته قبل يا اخي. يا الله ايوه ايوه وحش. وراي طب اقتل اللي وراي نايم. لا اله الا الله لحق وراي وصادني خاوه. هذا اللي يقهرك هذا حق يساعدني يكون رجال. والله انك رجال بس ساعد يا اخي ساعد من البدايه. يا ابو عز ها
لازم فليرات من الشباب والله شباب، انت تساعدنا بالفليرات يا اخي. كفر كفر، دخلت وياي البيت كفر الغرفة. اكو انز هنا انتبهوا. من وين؟ الله على لعبك الوسخ، نازل لي شتقن تلعب. لا حول ولا قوة الا بالله. ليش يا اخي؟ ثواني حطيت دعم الشاحن. ثواني ثواني، دوستارت دوستارت حمودي. حط يد على الشاحن. الله ما يكون احد منتبه. حلو الله يا رب. يلا وحش يعني هذا مسوي لي بيها قناص بغداد. حل عني يا شيخ، حل عنا الله يعني. فكنا لعبك الحلو هذا حتى قتل واحد. هذا الصورة اللي بيانا والله. اي بس ما اعرف كيف تجيب السكور، عيب احنا سمعنا مش بالاول. الله يا عيب. يا زلمة وقتك تقعد لي هنا انت؟ دارس بنموت يا زلمة، دارس بنموت. ما اعرف شو السالفة. يلا 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 يلا. لا اله الا الله، شو خلاص بغداد هذا؟ والله الجيمين هذول لا مسخروني يا زلمة. اخ مشكلة بالشوك اثنين ورا بعض مرة واحدة يا رجل. ما لقيت غيري تقتلني وحش. وحش 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 وحش. طب ما انا رميت سموك، ما انا رميت امه للسموك يا اخي. يعني عفوا عفوا، هو ليش ما ما يهتز من القصف بس انا اهتز يعني. عفوا يا اخي. يلا اذا حتساعد لو قاعد تمللني سنه يمي ما اعرف اسوي شيء. سكورنا سيء سيء جدا. لا اله الا الله، اله الا الله يا ترى. طب انا يعني كيف بدي اعرف المكان وين ما اعرف مكانه؟ والله لعبت نفسي. شو اظل اموت ورا بعض هيك؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم يا زلمه. خذ لك. ضربت سموك. لا اله الا بعدين يا هلب باينوس ما يسموها تشاري خلع بتنسي. يجي من اخر ما بيطعنا خلاص ما جاي جايتني. سبحان الله الرشاش بوجهه ما جت ولا طلقة بيه وقتلني. ما يطعن ما يطعن، انا ما يطعن عندي سبحان الله ما يطعن عندي. سبحان الله كل هذا ما مات. تاخذون الفلاج، ادخلوا الفلاج. الفلاج اسمه وين؟ ما اعرف. ادخل دخلات غلط غلط.
والله العظيم فايكنج والله من افضل الكلانات اللي لعبتها بحياتي قسما بالله. الشاتجن والله سلاحه يعني مقرف، والله سلاح مقرف قسما بالله، سلاح مقرف فعلا. بس عشان تعملش الجيم صعب لان ضدنا لعيبه والله جدا. ما زم انا ليش اموت وانا ورا الحيط؟ شو هاللعبه الغبيه اللي ما بيها منطق؟ لازم تطلع كل ايمك عشان تعرف تلعب ضدهم، هم واحد خطيه ما في جمهور. انا اذا ما اخر مره لعبت اللعبه قوي مش هو هذا. انت والله عرفت انت من ايمه. اني والله لو ان ما كنت حاط على السموك كان شلته، بس مش كان حاط على السموك قهرت حاط على السموك يعني. لا 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 سبحان الله ما يجون الا وانا عايش. شوتجن يلعن ابوها للعبه. دبلنا طلقتين. والله زهقت يا زباك مره ميت، عمري ما لعبت هيك صار وياي. باع 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 ايمي ان عن والله تمسخرنا هالجيم والله. يا اخي ليش سابنا هزبنا؟ قعد يلا 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 روح تعلم اللعب يلا. في يا زلمه امشي امشي لا تلعب نفسي امشي. اح قاعد الرشاش هذا. اوه يا هذول كيف يجيبون الهيد شوت؟ ليش تصدف وياهم احس؟ لا اله الا الله. لا لا ما ياخذون ما ياخذون. شوتجن الله وش اقول؟ والله العظيم مسخرة. حرام ياخذوها هسه اخر شيء. لا يا اخي والله حرام. والله حرام والله العظيم حرام. عشرين كل انا بس يزم هذا الجيم والله مسخروني قسما بالله. نحاشريهم حشرة الكلب. يعني ترى الجيم هذا صعب على واحد بالجيم كلها جايب 49. لا تفكر انه شيء سهل تجيب كلات بيجي جيم. ول بس بس شو حتوصلهم 300 بعد مرة خلاص خلاص بس. شو اللعبة الكذابة هاي؟ يا زلمة اثبت شو خلينا ننزل وياك انت بعد. ماني يطلقوا علي شو دخلني؟ اثبت يعني شنو؟ انت مو ثبات الطلقه علي. سبوتد سبحان الله كيف سبوتد ما تسالني. كيف سبوتد يا اخي؟ نفسي افتهم يعني يرموها فوق وما لا لا عطوا هذا مال برش. لا اله الا الله الانز اللي ما يموت. انقلب وجهك مسكين طار. حسنك يلا حموت رجع. انزل لا الحمد لله مش انزل المرة. شيلو 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 انا مثل الحمار هذا الجيم اسف والله ما اعرف اسوي ولا شيء. شايسه
قاد يا زلمة خلصنا. هسا بلز اسوي ان شاء الله ترمونتادا. طبعا السموك لو سمحت. نعم اشكرك. تعال 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 يلا 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 هذا انا هذا انا اصبر اصبر يا هالسكر اللي يوصل والله بعيد والله بعيد طلقه شالني زقفتين طلقتين بس مو طلقه حسبي الله ونعم الوكيل على هيك سلاح معفن اخي كلكم كومبات افتهمنا احنا لان نلعب لعبة حرب بس مو هيك ما قاعد هنا ليش؟ كلهم هنا معقول؟ هذا يدخلون من الباب هنا اصبر صار برص اصبر حبيبي اشكرك على حسن تواضعك يلا لا لا برا صعب صعب بسم الله اصبر لا يا الا الله من وين؟ واحد عندي ما ادري شلون اجا احد من طلع سلاحه لا 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 ما على سبورتات قد اكرههم وحش يا اخي شو هذا يظل يطلق بالعشوائي سبورت بعد فيش لعبه اح داخلهم فيي لا لا ما يخدم ما يخدم اهو يلا تعال يا وحش والله تعرف غلط عني يا ابن الكلب بس والله اللي رد رجال يلا لا ثار العين بالعين يا الله هذول ليش ليش ما يصير سنايبر الوقت الان ما الله يقهر يقهر يا البتشاية مو سالفة بتشاية يعني سنايبر يلعب بهالمكان انا ما اتوقع يعني ما احس زباني والله الجيم هذا اسوء جيم انا بحياتي شوف سكوري يا زلمة انا لا والله مو اسوء جيم انا جيم قوي هذا مستحيل انا اجي العب نفس ما العب اي جيم جيم قوي انا وراسي بس بعد اموت بطريقة غبية من غباء مني ما اعرف اتحرك تحركاتي 0% والله والله خلص سلاحي هذا كيف تسوي تي باك؟ كيف تسوي تي باك؟ قتلك اكثر منك يعني تسوي تي باك؟ اخي اقتلع كيف لفه قتلني؟ هاي سلطان تقتلني لعبان نفس الزواع سلطان يا اخي هذا انت عرب ولا شنو يا اخي ليش يجبنقهم؟ ما ادري عرب ولا مش عرب سوي لهم
اللاعبين يزعلون عليك بعدين يطلعون تبي من انزو طلعوا لي طلعوا ايش سوي لهم حجي انز هذا الكلان اعداء من ايام الجاهليه بس الحمد لله يعني لا من يخسرون المساكين ما تعرف تسوي شو تقتله من الاول يعني انت الوياده تلعب وانت تعال هيك قوم انت هذا منو هذا انت اصبر اطلع 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 وراك تحرك هذا تسوي هيك تدخل تقول هيك اي ما مات صح ما مات صح مرجله الشباب مرجله بس انا ما بقى شيء حرام يفوزون بي 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 دي اخوها يعني بس تعرفني من وراي قام ياخذون بي والله صاروا يا ذنون ما يمشي فايكنج يقوم يا الله همشي يقوم هذا اللي مثبت رشاش طلعت اربع طلقات كلها ولات براسه ومات خطايا لا اخذ شوت جن يلا انا هذا تعال قوم 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 يا عمي يعني انا طلقاتي ما تجي بأحد هم طلقاتهم كلها تجي علي اوه لانك بونتي لانك حريمي واحد زي شيء والله جيم نار يا تيت صراحة يعني ما اعرف اجيب ثلاثة الناس اخوي حاشرينهم هاي المشكلة ايش ايام لما تكون جزء كيف مش انت تسيف لانك ايه انت وين اروح على بيش واموت هاي مشكلة الدفاع بس احنا فريقنا رجال والله يعني هذا قاتل 11 ومركز ثالث خذ لك قوم وحش طب يعني اصبر قوم اصبر قوم يا اخي فعلا انك والله ما تستحي رجال الشباب طيبه وحش هاي لايك يا الله بس طلقاتهم تجي بيا زين شوف شوفها قاعد يا زلمة وين هذا؟ اوف 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 ما اعرف اني هنا وحش يا بعد عمري اوه بدر ايش؟ مساكين الله ينكم تيم مسكين يلا جربوا الدفاع جربوا كيف لما يجيك كليني وبولوتشي انا مشي لي بيها المجر انهم رجال عمي ما خلاطات قلت لي طب هذا عيشني واحد واحد عيشني سهله ترى والله مو ياخذون الفلاق اخر شيء دير بالك اوعى لا ما نرجع لا اصبر الله على الزحليق الله على الايم الان اللي يشتغل فجاه ويطفي فجاه صار عندي الايم ايش احس من المي جاي من المي هذا ويانا اوه على قولتك والله انا اطلق عليه طلقاتي ما تسمع الله لا اله الا الله يعني من يلعب ديامار هنا فعلا انك ما رد اغلط والله والله ما رد اغلط فعلا انك لاعب
ليس بلائق. اي والله الله يسامحك الله يسامحك. الله يسامح امك. شوف تموت بالحقيقه ولا ياخذون فلاك السلاح. شو صلى على النبي صلى على النبي يا ابن الحلال صلى على النبي. زين ما يعني انا زعلتك اذيتك اذيت احد من اهلك. يلا يا زلمه مش يلا اصبر تاريخيه. يلا ولا سلطان ايه ماك سلطان. انه الانت حركاتها لازم تعيقود لازم سوري تعلم عليها هاي. يلا ولا يلا ولا هذا قتل بمين واحد صاصة. يلا ولا ورايح يلا على الحمام. وراي بعد مستوى والله اريد مستوى يا اخي ما القى مستوى. انس قلت يا خلي يزرق 69 كل في اقرب برج عنده المقاله. انس يا يلا انت شوف 10 على الفريق. والله انهم اقول لك سووا المستحيل والله انهم يلعبون هذول يستاهلون صراحه الافضل سكواد. شوف احنا يا زلمه يا عمي شوف لفلاتهم صلي على النبي هذول يلعبون ايام تعرف هارون الرشيد. يلا جي جي والله.